ديوانيات يفهمون بعضهم، يعرفون ظروف بعضهم. اذكر واحد من الربع يسولف لي عقب زواجه، يقول يا اخي ان كنا جروب 5 اشخاص 6 اشخاص في استراحة واحدة، يقول يسر الله واحد من ربنا عرس، وكل ربنا وقفوا معه ومدوا له عانية، يقول وانا من ضمن اللي مدوا له عانيتنا اشوف انها جزلة يعني بناء على ظروفي ومعطياتي. يقول المهم دارت السنين 4 سنوات الا يسر الله وعرست، وليلة زواجي يقول خوي اللي مديت له انا بتنجز له دق علي وقال يا فلان انا عند الباب تحت زين، يقول انا عارف صوتي، يقول هوا قوي يا رجال، يقول انا عارف خويي، عارف خويي حمست يوم وصلنا البيت، يقول انا عارف خويي كاش فلوس وجايه موتر مرسيدس 19 بخير يقول والله وسلم علي واعطاني ظرف، والله يا رب اني يعني السالفه واقعيه وواقعه، والله اني مسولف لي قبل شهرين، يقول اعطاني ظرف، يقول يوم جو الظرف قلت والله شكل الظرف ما قال منتخ يعطيه تنجزله، والله ثم والله ان السالفه انها واقع، يقول يوم خذيت الظرف وارقى فوق يقول افتح الظرف وافتح كم؟ والقاه 300 ريال ايه والله العظيم، يقول 300 ريال، يقول والله اني تمنيت ان الارض انها بلعتني، قلت انا وش قردني اني فتحت له الباب وقابلته، كان ضربها في البيان حق الشباب وخلاص، يقول اقسم بالله العظيم، يقول انا والله مدت يديك، يقولني والله ما ارتجي وراها رده، بس يقول يا اخي غبني في نفسي مد لمت زينه وهو مبسوط الرجال 300 مبسوط ها مبسوط اني مد اعطاه اياه في ظرف، قال الله يوفقك يا ابني يعني مرتاح ماليا اقول جايب مرسيدس فلوس والله انه فلوس فقال اقسم تمنيت اني يعني صدق اني لا استقبلته ولا والله عاد من بعد الظرف، يقول والله اني كل ما قابلته ما عاد اقبله، ماني العلاقه انتهت، يقول والله ان العلاقه انتهت من ذا الظرف. خلنا